السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي وأصدقائي، رب تكونوا دايما بخير. وقدم لكم في هذا الفيديو تحديث لحظي لأسعار صرف الدولار والعملات في البنوك المصرية من قناتي أنا وحياتي ليوم الأحد 18/8/2024 فضلا وليس أمر. أخواتي أتمنى تشرفوني وتنوروني باشتراك ولايك. أسعار صرف الدولار والعملات في البنوك المصرية: سعر الدينار البحريني اليوم في البنوك المصرية 129.85 جنيه، سعر الدينار الأردني 69.10 جنيه، سعر الريال القطري اليوم في البنوك 13.44 جنيه، سعر الريال العماني 127.14 جنيه، سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنوك 62.99 جنيه، سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك 160.56 جنيه، سعر الدرهم الإماراتي 13.32 جنيه، سعر اليورو اليوم في البنوك 53.91 جنيه، سعر الريال السعودي النهاردة في البنوك المصرية 13.51 جنيه، سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك الشراء سجل 48.85 جنيه والبيع سجل 48.85 جنيه. بشكر حضراتكم جدا، بتمنى لكم الخير والصحة والسعادة على الدوام، اللهم آمين على كل دعاء وقلوبكم يا رب العالمين.